بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا في كل مكان، أشواطنا مستمرة اليوم. هذا هو شوطنا الرقم 20، شوطنا العشرون الذي يحمل فئة الإبكار، وانطلاقة موفقة لقرابة 36 اسم مشارك وشعار منطلق في هذا الشوط. نبدأ مباشرة مع المركز الأول، عزامة على المركز الأول، سيف بن مبارك بن عبد الله بن مسفر آل جحيش على المركز الأول وعلى صدارة ومقدمة الشوط. تلتها مباشرة نهب خالد بن راشد بن خميس بن راشد بن سالم المركز الثالث، معزة علي بن حمد بن بخيت التويجر المري المركز الرابع، شعار ينطلق على المركز الرابع، متعبالي سعد بن محمد بن سالم بن جهويل على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس متابعين الذيبة لحمد بن محمد بن علي بن جرحب المري على المركز الخامس. هذه النتيجة المبدئية في هذا الشوط، ويتدخل شعار الزعبي على المركز الثالث إلى الثاني إلى مقدمة الشوط. هذه خطيرة، هذه خطيرة، أحد الأسماء المنطلقة، وهي رمز للسيد راشد بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط. تقود الأسماء، تنطلق هنا شعار سعيد بن راشد الزعبي، أحد الشعارات المهمة والخطيرة والقوية على في هذا العالم الساحر. ينطلق شعار الزعبي على المركز الأول، بينما الذيبة على المركز الثاني، حمد بن محمد بن علي بن جرحب المري المركز الثالث. بنعطي لفتة سريعة على المركز الثالث مع متعبة اللي تعود ملكية لسعد بن محمد بن سالم بن جهويل. المركز الرابع تقدير جابر بن طحنون بن مهيرة على المركز الرابع، لكن عودة إلى مقدمة الشوط، إلى مقدمة الشوط، إلى الصدارة. الله الزعبي مع المركز الأول، شعار الزعبي مع مقدمة الشوط، مع رمز على مقدمة الشوط، راشد بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح مع مقدمة الشوط يقود الأسماء، يحقق الناموس سعيد بن راشد الزعبي، شعار متميز معروف ينطلق يحقق الناموس، وهذه رمز اللي تعود ملكيتها لراشد بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح. المركز الثاني شعار بن جرحب، هي الذيبة لحمد بن محمد بن علي بن جرحب المري. المركز الثالث، المركز الثالث متابعينا الكرام، ود لراشد بن علي بن راشد بن كخان آل نابت. على المركز الرابع، المركز الرابع متعب علي سعد بن محمد بن سالم بن جهويل بن سعد. المركز الخامس، المركز الخامس شعار حمد بن محمد بن ناصر آل بريد المري، اسمها ما هو واضح عندي. دقيقتين 55 ثانية 19 جزءا من الثانية، هذا هو توقيت بكرة سعيد بن راشد الزعبي، هذه رمز اللي فازت معنا بالشوط. دقيقتين 56 ثانية 47 جزء من الثانية، صاحب المركز الثاني حمد بن محمد بن علي بن جرحب مع الذيبة. المركز الثالث دقيقتين 57 ثانية 29 جزء من الثانية، هذه صاحبة المركز الثالث ود راشد بن علي بن راشد بن كخان آل نابت. التهانينا والناموس للجميع متابعينا الكرام، تستمر الأشواط